في الحالة الوبائية اللي مرض فيروس كورونا كوفيد 19 لهذا اليوم هو كالتالي: 7 عينة تم فحصها، 0 إصابة جديدة، 4 حالات شفاء، ليرتفع العدد الكلي إلى 785، 0 حالة وفاة، يبقى عدد الوفيات 74، 7 حالات مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ تاريخ 19 مارس 2020 866، من بينها 227. توقيع المنسق الوطني للاستجابة الصحية، المنسق النائب الدكتور ألارانغار يوكويجي.